في المشهدية. في المشهد الساخن هيبة متراجعة، ردع متآكل واختباء خلف الجدر. كيف أثرت الهزيمة في حرب تموز 2006 في الوعي الإسرائيلي؟ في المشهد الاجتماعي للذاكرة والمواجهة والثقافة، ما هي أهم عناصر العمارة بعد حرب تموز 2006؟ وما هو المطلوب أكثر لتدعيم عمارة المواجهة؟ في المشهد التربوي أجيال ولدت خلال الحرب وبعدها، هل تلقت الوعي الكافي حول أهمية حرب تموز وتحولات الصراع مع الاحتلال؟ وفي المشهد البيئي تهجير الأسر الزراعية وضرب الزراعة في جنوب لبنان، هل نجح الإسرائيلي في ذلك عبر استخدام الألغام والقنابل العنقودية المحرمة دولياً؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشرقي.